حنا دوله ديال القانون ودوله ديال المؤسسات. وزاره الثقافه تشتغل على ورش كبير يتعلق بتثمين وتجريد وجرد وحمايه كل ما يتعلق بالتراث، كل ما يتعلق بالموروث الثقافي المادي ولا مادي. اليوم كانت هناك مساءله من طرف البرلمان، وكذلك توصلنا بالعديد من المراسلات من طرف جمعيه المجتمع المدني حول الحدائق. اعتقد بان وزاره الثقافه تدخل في الملفات اللي هي مسجله لديها في لائحه التراث الوطني. وطبعا هذه الجمعيات ولا الهيئات المعنيه بالامر لابد ان تقدم ملفات عوض ان تسائل وان تطلب من وزاره الثقافه ان تتدخل، لابد ان تقدم ملف متكامل حول هذا المشروع وبالتالي ادراجه ضمن الموروث الثقافي الوطني وضمن لائحه التراث الوطني. لحد الان بالعكس ان وزاره الثقافه اشتغلت انا منذ تولي المسؤوليه على راس قطاع وزاره الثقافه، عملت على تقييد وجرد العديد من المواقع الاثريه والتراثيه داخل مدينه طنجه، كان اخرها قصبه غيلان طبعا، يعني واحد مجموعه ديال المواقع الاثريه. لحد الان لم اتوصل باي طلب يتعلق بالحديقه، علما ان هناك معطيات تتعلق بانها مقبره وكذلك تتعلق باملاك هناك موجوده في هذا الاطار. وبالتالي وزاره الثقافه هي مستعده لترقي الملفات تتعلق بالجمعيات، لان القانون ديال التراث ديال 1981 لا يسمح لوزاره الثقافه ان تتدخل مباشره في تسجيل في لائحه التراث اذا لم تكن هناك طلبات من طرف الجماعات او من طرف الجمعيات. طبعا احنا نتمنى دائما ان يبقى هناك حمايه للتراث، طبعا هذا حينما نقول التراث نقول تاريخ، نقول الحضاره، نقول كل ما يتعلق بتجليات حضارات المغاربة ساكنة المنطقة، العادات والتقاليد. وبالتالي كلما كان هناك واحد العمل يسعى بالدرجة الأولى إلى حماية مثل هذه التراث، طبعا وزارة الثقافة ستدعمه بجميع الإمكانيات.